سجلت مملكة البحرين انخفاضا في أعداد الحالات اليومية القائمة لفيروس كورونا. نعم، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 35 حالة قائمة جديدة، من 12 حالة لعمالة وافدة و17 حالة لمخالطين لحالات قائمة، إضافة إلى 6 حالات قادمة من الخارج، في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم، فيما أعلنت وزارة التعافي 64 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 435 حالة.